الخير من القاهرة والناس، نشرة صباحية جديدة إليكم أبرز العناوين. مصر في أسوان لمواجهة مشكلات الصعيد. انطلاق مؤتمر الشباب بحضور الرئيس اليوم. شكري يواصل مشاوراته في إثيوبيا. ولوزا في الكونغو من أجل ليبيا. غدا السبت فتح معبر رفح لمدة 4 أيام. أم كلثوم وبيرم التونسي في قصر المنسترلي. رقص في عيد الهند بدار الأوبرا. صراع جميلة ترامب على مواقع التواصل. وإليكم تفاصيل النشرة. تنطلق اليوم بمحافظة أسوان فعاليات المؤتمر الوطني للشباب بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويشارك في المؤتمر 1300 من شباب مصر بمختلف التنوعات الأيديولوجية والجغرافية بهدف وضع حلول إبداعية مبتكرة للمشكلات في صعيد مصر عبر الأفكار التي تلقاها الموقع الإلكتروني للمؤتمر، حيث يستعرض الشباب من محافظات الصعيد أفكارهم في ضوء اهتمام الدولة بدعم الصعيد على كافة المستويات باعتباره ثروة مصر الدائمة والمستقبلية. كما يناقش المؤتمر التحديات التي تواجه الصعيد وتمكين الشباب سياسيا واجتماعيا، إضافة إلى تنمية الصعيد في المجالات المختلفة. ويشهد المؤتمر 8 جلسات عامة بحضور رئيس الحكومة شريف إسماعيل وعدد كبير من الوزراء ورؤساء الأحزاب السياسية ونواب الصعيد بالبرلمان ورؤساء جامعات ومحافظي الصعيد. كان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد قام بجولة تفقدية بمدينة أسوان، استهلها بالمرور على أحد الكمائن الخاصة بالقوات المسلحة، وتبادل الرئيس الحديث مع أفراد الكمين من الجنود، داعيا أفراد القوات المسلحة والشرطة إلى مواصلة ما يبذلونه من جهود مقدرة من أجل توفير الأمن والاستقرار لمصر وشعبها. كما التقى الرئيس بمجموعات من السائحين الأجانب الذين أعربوا عن سعادتهم بزيارة مصر والتمتع بمقاصدها الأثرية والسياحية المتنوعة ومناخها الدافئ، مؤكدين أن مصر استردت استقرارها المعهود. كما تفقد الرئيس المجرى المائي ومحطة توليد الكهرباء بن السد العالي، واستمع إلى شرح من مسؤولي السد حول مشاريع التطوير الجارية، وتفقد غرفة التحكم الرئيسية وصالة التوربينات. يواصل وزير الخارجية سامح شكري اليوم مشاوراته ولقاءاته في إثيوبيا، حيث يترأس وفد مصر في اجتماعات المجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي بأديس أبابا. وتشهد أجندة وزير الخارجية نشاطا مكثفا خلال القمة، سواء على مستوى اللقاءات الثنائية التي يجريها مع نظرائه من وزراء خارجية الدول الإفريقية والمسؤولين بمفوضي الاتحاد الأفريقي، أو الاجتماعات والفعاليات الخاصة بالمجلس الوزاري للاتحاد الإفريقي، فضلا عن الإعداد لمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في القمة الإفريقية. هذا ويشارك السفير حمدي لوزة نائب وزير الخارجية المصري للشؤون الإفريقية ظهر اليوم في اجتماع اللجنة رفيعة المستوى لرؤساء دول الاتحاد الإفريقي ودول الجوار حول ليبيا، وذلك بالعاصمة الكونغولية برازافيل. ويشهد الاجتماع الذي يفتتح الرئيس الكونغولي ساسو نيجيسو مشاركة رئيس المجلس الرئاسي الليبي فايز السراج ورئيس الاتحاد الإفريقي إدريس ديبي. ويشرح السفير حمدي لوزة خلال الاجتماع رؤية مصر لتسوية الأزمة الليبية، مستعرضا نتائج الاجتماع الذي استضافه القاهرة لشخصيات محورية ليبية تمثل كافة المناطق، والتي أسفرت عن بيان القاهرة حول الثوابت التي يتوافق عليها أطياف الشعب الليبي. قررت السلطات المصرية فتح معبر رفح في الاتجاهين ابتداء من غد السبت وحتى الثلاثاء 31 يناير الجاري، وذلك لعبور الحالات الإنسانية والعالقين والطلبة وإدخال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة وفقا للإجراءات المتبعة. كان إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس قد زار القاهرة الأحد الماضي، والتقى بعدد من المسؤولين المصريين في إطار السياسة التي تتبعها الدولة المصرية للتخفيف على أهالي غزة في ظل الحصار الإسرائيلي. يقيم متحف أم كلثوم بقصر المنسترلي صالونه الثقافي في 8 مساء اليوم تحت عنوان أم كلثوم وبيرم التونسي، ويتناول الصالون أغاني أم كلثوم التي كتبها الشاعر بيرم التونسي. كما يصاحب الصالون حفل فرقة الحرافيش الذين يقدمون خلاله مجموعة من أغاني بيرم التونسي التي غنتها سيدة الغناء العربي أم كلثوم. تقدم فرقة شاوة للرقص
الرقص الشعبي الفولكلوري الهندي عروضا فنية بالقاهرة مساء غد السبت بمناسبة الاحتفال بعيد جمهورية الهند، وذلك بالمسرح الصغير بدار الأوبرا. وتقدم الفرقة عروضا تجمع بين الرقص والدراما والفنون القتالية والإكروبات. وموضوع العرض مأخوذ عن القصص الفولكلورية الهندية القديمة عن الآلهة، وعادة ما تقدم هذا النوع من العروض خلال المهرجانات في عدة ولايات هندية منها جيرتلاند والبنغال وولاية أوديسا. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم طقس منخفض في درجات الحرارة على كافة الأنحاء، بحيث يكون الجو بارد شمالا حتى شمال الصعيد، معتدل على جنوب الصعيد نهارا، شديد البرودة ليلا. كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا، يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية وتمتد حتى الوجه البحري والقاهرة. أما الرياح فهي شمالية غربية تنشط على معظم أنحاء الجمهورية، كما تنشط على البحرين الأحمر والمتوسط، مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية. يواصل اليوم منتخبنا الوطني لكرة القدم بقيادة هكتور كوبر المدير الفني للفريق استعداداته للمواجهة المرتقبة مع منتخب المغرب بعد غد الأحد، وذلك بعد الفوز على غانا في الجولة الثالثة من مباريات المجموعة الرابعة بالبطولة. كان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم قد قرر بشكل رسمي إقامة المباراة في الدور الربع النهائي لكأس الأمم الإفريقية على استاد بورت جنتيل، رغم شكوى المنتخبات من أرضية الاستاد التي أدت لإصابة أكثر من لاعب بسبب صلابتها. اعتذر الائتلاف السوري المعارض عن المشاركة في لقاء وزير الخارجية الروسي سيرجي لافيروف المقرر انعقاده بروسيا اليوم، وذلك لبحث مخرجات ونتائج مؤتمر أستانا. فيما أعلن عبد السلام علي ممثل حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي السوري في موسكو إن ممثلي الحزب سيشاركون في لقاء المعارضة السورية مع سيرجي لافيروف قائلاً: نحن نريد أن نبحث نتائج المحادثات السورية السورية في أستانا ومشاركة ممثل الحزب بمحادثات جنيف. رواد التواصل مشغولون بصراع إيفانكا وميلانيا على لقب سيدة البيت الأبيض، فقد تداول النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي الصور والتعليقات بعد أن كشف أحدث استطلاع رأي صعود شعبية إيفانكا ترامب ابنة الرئيس الأمريكي الجديد بالمقارنة بزوجة أبيها ميلانيا بنسبة 49% مقابل 47% لزوجة الأب. وتتمتع إيفانكا ترامب سيدة الأعمال الشابة بالذكاء والجمال، وبرزت باعتبارها القوى الناعمة التي اعتمد عليها أبيها الرئيس الأمريكي خلال حملته الرئاسية، لما تتمتع به من سمعة طيبة. وبحسب محطة CNN فإن ترامب أسند لها بعض الواجبات التي تسند عادة إلى السيدة الأولى، بما في ذلك تقديم المشورة له في العديد من القضايا. نشرتنا انتهت، نتمنى لكم صباحا صافيا ويوما إيجابيا، وإلى اللقاء في نشرات أخرى.